السلام عليكم، ازيكم؟ اتمنى ان تكون الحلقات اللي فاتت عجبتكم، وان شاء الله كمان الحلقه بتاعت النهارده تعجبكم. اللي ما اتفرجش على الحلقات اللي فاتت يرجعها تاني، لانه الحلقه ديت معتمده تماما على الحلقات اللي فاتت. في الحلقه بتاعت النهارده هنتكلم عن منين بيودي على فين في الدي ان ايه. استنوني بعد الانترو. السلام عليكم. في الحلقة بتاعت النهاردة زي ما قلنا هنتكلم عن منين بيودي على فين، بس قبل ما نتكلم عن الموضوع دوت عاوز أركز الأول على كذا نقطة لهم علاقة بالحلقات اللي فاتت. أول نقطة إن إحنا سيسكو دايما بتعمل أبديتس كتير جدا للدي إن إيه سنتر وللدوكيومنتس بتاعته وللفيتشرز، وساعات بتكون شارحة أصلا فيتشرز غلط وبتصلحها بعد كده. فدايما دايما ما تاخدش المعلومات اللي انا قلتها لك في الفيديوهات اللي فاتت ان هي 100% صح، لا، ارجع دايما للدوكيومنت بتاعت سيسكو، اتاكد ان انت بتقرا اخر ابديت من الدوكيومنت ديت علشان تقدر تجيب المعلومه الصح. يعني هقول لكم مثال بسيط، في الديزاين جايد بتاع فيرجن 1.1 كانت سيسكو بتتكلم عن الدي ان اي فولي انتجريتد وايرلس سولوشن، ان الاكسس بوينتس بتفتح الكاب واب تانل بتاعت الداتا مع الدي ان اي سنتر. وبعد كده جم صلحوا الكونسبت دوت في السي في دي بتاع فيرجن 1.2 وقالوا ان الاكسس بوينتس بتفتح بس كاب واب تانل للمانجمنت، وديت بتبقى مع الوايرلس كنترولر، لكن مفيش اصلا بتبقى كاب واب تانل للداتا. فده مثلا مثال من الحاجات اللي ممكن ان هي توجهك في اتجاه غلط خالص نتيجه انها كانت معلومات خاطئه. فدايما ارجع لاخر فيرجن من الدوكيومنت وتاكد انك انت واخد اخر فيرجن من على سيسكو ويب سايت. تاني نقطه عندنا ان اخيرا سيسكو اعلنت عن الابلاينس الجديد اللي هو الام 5 اللي هو دي ان 2 ام 5، ودوت ريبليسمنت للابلاينس اللي كان موجود اللي هو دي ان 1. الابلاينس دوت المفروض بتقدر ان انت تبتدي تطلبه من دلوقتي. الابلاينس القديم اللي هو الدي ان 1 اند اوف سيل ديت بتاعه هيبقى في نص اغسطس تقريبا، فخلي بالك ان انت لو هتطلب ابلاينس جديد يبقى تطلب الدي ان 2. في نفس الوقت سيسكو في الانستوليشن جايد الجديد في حته كده جابت في النص سيره الابلاينس اللي هو اللارج اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا ان هو هينزل بميديم سكيلابيليتي اعلى من الابلاينس اللي موجود دلوقتي. لحد دلوقتي مفيش اي معلومات جديده عن الابلاينس دوت، هو بس جابوا اسمه في الانستوليشن جايد، متوقع ان قريب هيبتدوا يعملوا اناونسمنت عنه وينزلوا الداتا شيت بتاعته. تالت نقطه، في فيرجن جديد نزل من الدي ان اي سنتر اللي هو فيرجن 1.2.10، فتاكد ان انت هترجع للريليز نوت بتاعته والداتا شيت بتاعته عشان تاخد اخر ابديتس زي ما احنا اتفقنا. طيب نشوف بقى ايه اللي احنا عاوزين نقوله في الحلقه بتاعت النهارده. خلال التسع حلقات اللي فاتوا، اتمنى ان هم يكونوا عجبوكوا، اتكلمت كتير عن الدوكيومنتس بتاعت سيسكو، وقعدنا نذكر انواع كتير من الدوكيومنتس سواء اند يوزر جايد، داتا شيت، انستوليشن جايد، سي في دي. ففكرت ان احنا جه الوقت المناسب ان انا اجمع لكم كل الدوكيومنتس ديت في حلقه واحده، نشوف كل دوكيومنت ايه المعلومات المهمه اللي فيها، وكمان هنعمل حاجه جديده شويه ان احنا نحاول نعمل بوزيشننج للدوكيومنتس ديت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا نشوف ايه كل شغلانه في النتورك وممكن ايه انواع الدوكيومنتس اللي هو يحتاجها. فيلا بينا نشوف البرزنتيشن. احنا عندنا الدوكيومنتس بتاعت الدي ان ايه منها انواع كتير او بتنقسم لحاجات كتير. في السيسكو فاليديتد ديزاين او ما يطلق عليه دي ان ايه ديزاين زون، ودوت احنا هنتكلم عنه دلوقتي. وفي الـ Software Defined Access Design Guide و الـ SD Access Segmentation Design Guide، دول تحت الـ Design Zone. وعندنا بعد كده الـ DNA Center Data Sheet، Software Defined Access Deployment Guide، Cisco DNA Center Security Best Practice Guide، Cisco DNA Center Upgrade Guide، وفي Appliance Installation Guide، DNA أو Release Note for Cisco DNA Center،
وسيسكو دي ان اي سنتر اند يوزر جايد. نبتدي نمسك واحده واحده او دوكيومنت دوكيومنت ونشوف ايه المعلومات المهمه اللي فيها. اول دوكيومنت عندنا اللي هو سيسكو فاليديتد ديزاينز. في حاجه جزء كده من الويب سايت بتاع سيسكو اسمه ديزاين زون. الديزاين زون دوت بيبقى موجود جواه كل الدوكيومنتس اللي ليها علاقه بالديزاين بتاعت حاجه معينه. فلما احنا كده نيجي نشوف الديزاين زون مثلا هنا بتاعت الدي ان اي، وطبعا هتلاقوا اللينكات كلها في الديسكريبشن بتاع الفيديو، هتلاقي هنا في كذا جزء من الديزاين زون بيكلمك عن كذا حاجه. فمن ضمن ديت طبعا كل الديزاين زون. فنبتدي كده نشوف مثلا اللي هو السوفت وير ديفايند اكسس ديزاين، اللي هو دوت سوفت وير ديفايند اكسس ديزاين جايد. الديزاين جايد دوت بيبقى موجود فيه معلومات مهمه جدا عن انت ازاي تعمل ديزاين للنتورك بتاعه الدي ان اي. في اتنين ديزاين جايدز، في واحد للاس دي اي او للدي ان اي سنتر، وفي واحد تاني مخصوص للنتورك سيجمنتيشن. بتاع النتورك سيجمنتيشن ما تعملوش ابديت بقاله فتره، يعني هو تقريبا داخل على سنه ما تعملوش ابديت، لكن بتاع الدي ان اي سنتر نفسه لسه معمول له ابديت ديسمبر 2018، ويا عالم على ما تشوفوا الحلقه ديت ممكن كمان يكون اتعمل له ابديت جديد. طيب ايه المعلومات اللي ممكن تكون موجوده في الديزاين جايد دوت؟ بيبقى موجود فيه الاركتكتشر عموما بتاع الدي ان اي سنتر، ايه الكومبوننتس بتاعت الدي ان اي سنتر، ايه الديزاين كونسيدريشنز، يعني لما تيجي تعمل ديزاين ايه الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها، end to end design guide considerations لازم ايه كل الكومبوننتس وكل الكونفيجريشن وكل البارامترز اللي انت تاخد بالك منها لما تيجي تديزاين الدي ان اي سنتر، وموجود جواه الدي ان اي سنتر سكيلينج، موجود جواه لو انت عاوز تعمل مايجريشن للاس دي اكسس هتعملها ازاي، يعني ايه يعني انت عاوز تاخد النتورك بتاعتك بدل ما هي كانت نتورك عاديه وتقليديه من غير دي ان اي سنتر ان انت تحولها انها تشتغل بالدي ان اي سنتر، ودوت اللي في بعض الحالات بنسميه جراي فيلد اريا او براون فيلد. ان انت اصلا عندك نتورك شغاله من غير دي ان اي سنتر انت عاوز تخليها تشتغل بدي ان اي سنتر، وعندك الاس دي اكسس فابريك ديتيلز ازاي تبني الفابريك بتاعك وتعمل ازاي الديزاين الصح بتاع الدي ان اي سنتر. نيجي لي الدوكيومنت التانية اللي هي الدي ان اي سنتر داتا شيت. الداتا شيت هي موجود جواها كل الفيتشرز ديسكريبشنز بتاعت الدي ان اي سنتر، وطبعا اتاكد زي ما قلنا ان انت بتاخد اخر فيرجن. زي ايه مثلا فيتشرز؟ بيقول لك ايه الاوتوميشن وبيشتغل ازاي وايه الديسكريبشن بتاع الديتيلز بتاعته، مثلا الكي فيتشرز ايه بتاعت الفيرجن اللي موجود دلوقتي اللي هو 1.2 عموما، ايه السيستم كابابيلتيز يقدر يعمل لك ايه، البلاتفورم كابابيلتيز اللي هي الاي بي ايز ازاي تقدر تكونكته مع، او ايه الكابابيلتيز انك تكونكته مع اكسترنال سيستمز ازاي تكتم سيستمز مثلا، الابلاينز ايه السكيلابيلتي بتاعته، ايه الهاردوير سبيسيفيكيشنز بتاعته، ايه الفيزيكال سبيسيفيكيشنز بتاعته، اللايسنس بتاعت الدي ان اي سنتر بتشتغل ازاي، ومش كده وبس، ده كل لايسنس ايه الفيتشرز اللي فيها، لان انت ساعات بتسال نفسك هو انا عاوز فيتشر معينه طب انا محتاج انهي لايسنس للفيتشر ديت، الكلام ده المفروض هتلاقيه في الداتا شيت. وايه هي الفيتشرز الجديده في الدي ان اي سنتر اللي هو فيرجن 1.2. نيجي بعد كده لتالت دوكيمنت عندنا اللي هو الديبلويمنت جايد. الديبلويمنت جايد دوت هو جايد انت ازاي تعمل ديبلويمنت للدي ان اي سنتر، يعني ايه تعمل ديبلويمنت؟ يعني تركبه ويشتغل. فدوت الجايد اللي بياخدك من ايدك كده يعرفك ازاي تركب الدي ان اي سنتر عشان يشتغل معاك. فبيديك ايه مثلا؟ مثال من الانفورميشن اللي بيديها لك. ابلاينس انيشال كونفجريشن ستيبس، انا لسه هحط الابلاينس وعاوز اعمل له انيشال كونفجريشن. ازاي اعمل انستوليشن للايس لو انا عاوز اللي هو الايدنتيتي سيرفيس انجن لو انا عاوز اشغله مع الايس مع الدي ان اي سنتر. دي ان اي وذ ايس انتجريشن، بعمل لهم ازاي انتجريشن مع بعض، يعني ازاي بركب الدي ان اي لوحده وازاي بركب الايس لوحده وازاي بربطهم مع بعض. وايرلس كنترولرز انستوليشن،
بركب ازاي الوايرلس كنترولرز وايه الكونفيجريشن اللي انا محتاجها عليها عشان اقدر اربطها بالدي ان اي سنتر. Your guide to start deploying network segmentation. ابتدي ازاي اعمل network segmentation؟ الديبلويمنت جايد هو اللي هيقول لي. All steps to deploy multiple DNA features more advanced installation guide. خلي بالنا ان في برضه جايد لسيسكو اسمه DNA center installation guide. طب ايه فرقه عن الديبلويمنت جايد؟ الانستوليشن جايد هو بس بيقول لك تركبه ازاي وتعمل له انستوليشن ازاي عشان يبقى شغال معاك، لكن من غير اي فيتشرز. يعني هو كانك انت لما بتيجي مثلا بقول لك انت هتعمل سيت اب للويندوز ازاي بس، لكن ما بقولكش ايه بقى الفيتشرز بتاعت الويندوز تشغلها ازاي. الديبلويمنت جايد المفروض بيقول لك الفيتشرز بتاعت الويندوز تشغلها ازاي او الفيتشرز بتاعت الدي ان اي تشغلها ازاي، على الاقل الجزء المهم منها علشان تقدر انك بعد كده تابلاي الكونفيجريشن ان ديتيلز. فهو اعتبره كده ان هو more advanced installation guide للدي ان اي سنتر. نيجي بعد كده، طيب خلينا نشوف شكل الاول قبل ما نتنقل، خلينا نشوف شكل الداتا شيت. ده شكل الداتا شيت، طبعا هتلاقوا اللينكات تحت في وصف الفيديو، ولو عملت سيرش على جوجل ما اسهل يعني ان انت توصل للانفورميشن ده. فهتلاقيه الاول كده بيشرح لك شويه فيتشرز، ده الداتا شيت، وبعد كده بيتكلم عن اللايسنس وايه انواع اللايسنس، وبعد كده ده اللايسنس اوفر فيو عموما ايه الفيتشرز، وبعد كده هتلاقيه بيتكلم عن الفيتشرز كلها، ولو نزلنا شويه تحت هتلاقيه بيتكلم عن الاشورنس فيتشرز اند بنفيتس، بيبتدي يكلمك عنها بشويه تفاصيل. بعد كده هتيجي هنا برضو هتلاقي الاوتوميشن فيتشرز، احنا كنا بنتكلم عن الاشورنس دلوقتي الاوتوميشن، وبعد كده الاس دي اكسس فيتشرز ديسكريبشن، ايه انواع الاس دي اكسس، السيستم كابابيلتيز، ومثلا بلاتفورم كابابيلتيز دي بيتكلم فيها على الاي بي ايز، وان شاء الله باذن الله في حلقه بعد كده هنعمل حلقه عن الاي بي ايز، تمام. وبعد كده بيكلمك هنا عن شويه فيزيكال specifications و part numbers والكلام ده. هنيجي بعد كده للـ deployment guide. ادي الـ deployment guide، هتلاقي فيه معلومات بيقولك ايه، مثلا implementation overview، design consideration، ازاي تعمل installing للـ DNA center، ازاي تعمل installing للـ ICE، ازاي تعمل installing للـ wireless LAN controller، تبتدي ازاي تعمل مثلا deployment للـ SD access. فبيديك كده شوية حاجات سريعة تقدر ان انت تستخدمها في الديبلويمنت، وتبتدي تفهم الديبلويمنت بتاع الدي ان اي سنتر هيشتغل ازاي، او تقدر تعمل له كونفيجريشن ازاي وبستيبس بتاعته. ادي مثلا شكل الابلاينس اهوت، وبيقول لك البورتات وكل الانفورميشن اللي انت محتاجها للديبلويمنت بتاع الدي ان اي سنتر، مثلا محتاج سبنت سلاش كام، مش عارف ايه، كل التفاصيل ديت، تمام. نيجي بعد كده ليه الانستوليشن جايد. الانستوليشن جايد دوت فوكسز اون هاردوير انستوليشن فور ذا ابلاينس اند ستارت اب كونفيجريشن تو هاف ذا دي ان اي ابلاينس فور يور نتورك ديبلويمنت. ده اللي بيجهز لك الدي ان اي ابلاينس ان انت تقدر تشتغل عليه. ده مينلي لمين، او مين اللي معني بيه؟ اللي هم الفيلد انجينيرز، او الراجل اللي هيروح يعمل انستوليشن للدي ان اي سنتر نفسه ابلاينس. هنلاقي لو احنا دخلنا على الويب سايت بتاع سيسكو، خلينا كده نشوف الانستوليشن جايد. بص طبعا تكتب انستول اندر دريب جايدز، او سيرش بس على سيسكو على الانستوليشن جايد، هتلاقي ادي الانستوليشن جايد على حسب الريليز بتاعتك. زي ما قلنا اخر ريليز اللي هي 1.2.10، هنلاقي هنا منزل لك للام 4 تشيسي والام 5 تشيسي. فلو انت دخلت على الام 5 تشيسي هتلاقيه بيكلمك عن الام 5 اللي هو الابلاينس الجديد. خلينا كده لو احنا بصينا عليه، بص مثلا install the appliance، فهيبتدي يديك بالظبط التفاصيل علشان تقدر تعمل installation للDNA center بكل حاجة بقى. يعني مثلا ايه،
required interface cable connection, required IP addresses and subnet masks, required internet URL, required secure access to the internet, مش عارف required first type setup information, كل حاجة تمام علشان تقدر ان انت تعمل له installation. تيجي بعد كده في برضو من ضمن الجايدز اللي موجوده اللي هو دي ان اس انتر سكيورتي بيست براكتس جايد. ده ريكومندد سكيورتي فيتشرز تو ابلاي فور دي ان اس انتر فور يوزرز رولز اند دي ان اكسس. يعني تسكيور ازاي الدي ان اس انتر بتاعك. لو انت جيت بصيت هنا برضو هتلاقي سكيورتي بيست براكتس تحت انستول اند ابجريد جايدز. هتدخل عليها هتلاقيه بيقول لك ايه التفاصيل، ايه التفاصيل اللي هي بتاعت السكيورتي فيتشرز اللي انت محتاج تعملها للدي ان اس انتر علشان يشتغل. فادي كل التفاصيل بتاعته، هي بس الصفحه واضح ان هي فيها مشكله في اللود بتاع الايمجز. بص ديت البورتات اللي انت محتاج تفتحها على الفاير وول علشان الدي ان اس انتر يعرف يشتغل. الدي ان اس انتر وهو بيتعمل له سيت اب لازم يكون واصل بالانترنت. حتى سيسكو بتقول لك لو انت عندك فاير وول انت مفتاح محتاج تسمح باليو ار الز ديت ان الدي ان اس انتر يقدر يعمل لها اكسس. يعني مش محتاج تفتح له انترنت كله، لا هو بس محتاج ياكسس الدومينز ديت. وكل دومين حتى هو قايل لك ليه، وهنا دي البورت نمبرز عشان كل بورت يبقى قايل لك تفتحه ليه وبتستخدم في ايه. تمام. وعندنا الابجريد جايد. الابجريد جايد دوت اللي بيعرفك ازاي ستيب باي ستيب هاو تو ابجريد دي ان اس انتر فروم ذا كارنت فيرجن تو ذا ليتست فيرجن. انت عندك فيرجن مثلا 1.2.6 وعاوز تابجريد ال 1.2.10، ازاي تعمل له ابجريد بالخطوات بالظبط. وطبعا زي ما قلنا قبل كده انت لازم تمشي على الخطوات دي بالظبط زي ما هيقول لك زي ما هتعمل. هتدخل على ابجريد جايد هتلاقيها ستيبس كده ماشيها لك 1 2 3 4 تمشيها زيه بالظبط. وهتلاقي حتى مفصل لك من اي فيرجن لانهي فيرجن، يعني ايه الفيرجنز اللي تقدر تطلع منها لكذا. فبيقول لك مثلا زي ما هنشوف دلوقتي لو انت مثلا على فيرجن 1.2.5 وعاوز تطلع ل 1.2.8 او 1.2.10، ايه الخطوات اللي امشي عليها؟ طب لو 1.2.8 وعاوز اطلع ل 1.2.10، ايه برضو الخطوات اللي همشي عليها؟ نيجي بعد كده للريليز نود بتاعت الدي ان اي سيت. دي بقى اللي موجود جواها all details about the current version of دي ان اي سيت سوفت وير. ديت اللي موجود جواها كل الديتيلز عن السوفت وير نفسه. هنا بقى ما بيتكلمش على الابلاينس، ما بيتكلمش على حاجه، وبيتكلم على الريليز الجديده ايه النوت بتاعتها، ايه الكلام عنها. فبيقول لك ايه، ايه كل الفيرجنز نمبرز في السوفت وير باكجز. يعني احنا اتفقنا قبل كده ان الدي ان اي سنتر هو عباره عن اوبريتنج سيستم، كانه اوبريتنج سيستم ومتسطب عليه ابلكيشن. طب ايه اخر فيرجن من الابلكيشنز ديت، ايه الفيتشرز الجديده وايه الفيتشرز اللي اتغيرت، ايه البيتا فيرجن فيتشرز الجديده اللي نزلت، ايه السويتشز سوفت ويرز والهارد ويرز الكومباتبل مع الفيرجن دي. يعني مثلا ممكن يقول لك ان انت في ال 9300 السويتش 9300 عشان تستخدمه مع ال دي ان اس انتر فيرجن 1.2.10 محتاج تابجريد الاي او اس بتاع 9300 الفيرجن مثلا 16.10 فور اكزامبل. فيبقى انت لازم تكون عارف الموضوع دوت. وايه الاوبن اند ريزولفد باجز. طيب خلينا كده نبص على ريليز نوت. مثلا هنفتح الريليز نوت الاخرانيه. بص هتلاقي كل حاجه عن الدي ان اي سنتر. ادي بص كل ابلكيشن والكرنت فيرجن بتاعه. هتلاقي طبعا برضو من الحاجات المهمه جدا اللي هي ريزولفد باجز، ايه البجات اللي هم حلوها وايه البجات اللي لسه ما اتحلتش، البجات اللي ملهاش علاقه بالهاي افيلابيلتي والبجات اللي ليها علاقه بالهاي افيلابيلتي. فديت نقطه مهمه جدا جدا. يعني بص مثلا بيقول لك ايه ان البج ديت ايه اللي بيحصل
3 نود ابجريد فروم دي ان اي سنتر فيرجن 1.2.8 تو 1.2.10 فيلز. لو انت عندك كلاستر فيه 3 لما بتيجي تابجريد من فيرجن 1.2.8 ل 1.2.10 بيفيل. لو انت دوست بقى على اللينك ديت هنا هتلاقي هتعرف تخش في كل الديتيلز بتاعتها وتعرف ازاي تعمل ورك اراوند لو في اصلا ورك اراوند. ورك اراوند معناها ان انت مثلا تديسيبل فيتشر او تينيبل فيتشر عشان تلف حوالين المشكله ديت ما تقفش فيها. فالريليز نود دوت قمه في الاهميه للشخص اللي هو بيتعامل مع السوفت وير بتاع الدي ان اس. واخيرا هنيجي للدي ان اس سنتر يوزر جايد. اليوزر جايد دوت في الاخر اللي هو كونفيجريشن جايد. كل حاجه بالتفصيل انا عاوز اعمل لها كونفيجريشن في الدي ان اي سنتر برجع للكونفيجريشن جايد دوت او الاند يوزر جايد يقول لي اعملها ازاي. ده كانه هو الكتالوج اللي بيقول لك ازاي تكونفيجر البرودكت ده. هنتكلم دلوقتي عن ايه الشغلانات اللي في النتورك اللي ممكن يبقى علاقه ليها علاقه بالدي ان اي سنتر. طبعا بس احب اكد في الاول ان ده من وجهه نظري انا الشخصيه، فمعنى كده ان ممكن يكون في مثلا حد شايف غير وجهه النظر ديت. يعني انا مثلا شايف ان البري سيلز بيحتاج دوكيومنتس معينه، ممكن حد شايف غير كده. فده بس احب اكد النقطه ديت ان هي دي من وجهه نظر الشخصيه ومن خلال خبرتي بالنتورك. احنا عندنا عموما مين الناس اللي في النتورك اللي ممكن يكون لها علاقه بالدي ان اي سنتر؟ هي زي ما هو باين قدامنا كده، عندنا ممكن يبقى في حد بري سيلز، حد بيعمل ديزاين زي كده مثلا، حد مسؤول عن انستوليشن، حد بيعمل ديبلويمنت او كونفيجريشن، حد اوبريشن اللي هو بيعمل ترابل شوتنج وكده، وفي كاستمر. هنا الكاستمر طبعا احنا عندنا انواع كتير من الكاستمر. الكاستمر ممكن اصلا يكون حد بيشتري البرودكت دوت من اي بارتنر لسيسكو او من سيسكو شخصيا، وهو اللي يعمل هو اللي يعمل سوري الديزاين والانستوليشن والديبلويمنت والاوبريشن. انا هنا فطبعا الكاستمر دوت مبدئيا محتاج يعرف كل الحاجات اللي الناس دي هتعرفها. لكن انا هنا لما بتكلم عن الكاستمر انا بتكلم بالتحديد عن كاستمر هو شاري بروفيشنال سيرفيسز من حد. يعني مثلا انا شركه او بنك او مستشفى او اي حاجه، وهجيب حد من سيسكو بارتنرز او سيستم انتجريتور يعمل لي الدي ان اي سنتر. انا مش همدي ايدي فيه، ولا انا هعمل كونفيجريشن، ولا انا هعمل ترابل شوتنج ولا حاجه. طب في الحاله دي ايه اللي انا محتاج اعرفه عشان اتاكد ان البارتنر دوت شغال صح، او ان انا ما بيضحكش عليا، او ان انا مش فاهم حاجه غلط فبالتالي انا طالب حاجه غلط ومش ده اللي انا المفروض متوقعه؟ يعني انا متوقع حاجات وهلاقي حاجات تانية. فخلينا كده نبتدي اول حاجه بالبري سيلز. البري سيلز انا شايف من وجهه نظري ان الحاجات الاساسيه اللي لازم يكون عارفها ياخد اوفر فيو عن السي في ديز او اللي هو سيسكو فاليديتد ديزاينز، يقرا الداتا شيت، يعرف السكيلابيلتي، يعرف الفيتشرز، ويعرف اللايسنس. ومن الريليس نوتس يعرف النيو اند تشينجد فيتشرز لان ديت هيعرضها على الكاستمر، وياخد فكره كده عامه عن البجز بحيث ان هو يعني ايه نوعا ما يتجنب ان يوعد الكاستمر بحاجه هي لسه مش ستيبل او لسه فيها مشاكل، فيحصل ان الكاستمر يعمل مشكله بعد كده لان يقول له انت وعدتني بيها وانت ما تعرفش ان فيها مشاكل ازاي. يعني دي عاده بتحصل. طب الحاجات الاوبشنال، يعرف السكيورتي بيست براكتسز، ويعرف الديبلويمنت جايد، ياخد كده فكره عنهم. لان هو برضو الكاستمر ممكن وهو قاعد يساله كده، طب انت عاوز كام شرف صابنت؟ طب الانستوليشن ده هيتعمل في قد ايه؟ طب انت محتاج ايه عشان نعمل انستوليشن؟ فيبقى عنده كده فكره عامه. ونفس الكلام في السكيورتي، يقول له مثلا طب انا عاوز اعرف هو الدي ان اي سنتر ده مبدئيا كده محتاج ايه علشان مثلا انا ما عنديش انترنت كونكتيفيتي، انا كل اللي عندي في بي ان بس. فلازم البري سيلز برضه يكون عنده فكره عن القصه دي. الديزاين، ايه الحاجات الاساسيه للديزاين؟ لازم يكون عارف السي في ديز، حافظهم، الداتا شيت يكون فارمها عشان يعرف ايه الفيتشرز بالظبط ويعرف كل حاجه، الريليز نوتس لازم يكون عارفها عشان وهو بيحط ديزاين طبعا يعرف لايسنس، يعرف كل الحاجات اللي فيها، وكمان يعرف البجز. سكيورتي بيست براكتس عشان ديت يحطها في الديزاين بتاعه لانها مهمه، الحاجات ديت لو ما اتعملتش على الفاير وولز
علشان تفتح الكونكتيفيتي ما بين الدي ان اي سنتر والانترنت، الدي ان اي سنتر مش هيشتغل اصلا. ديبلويمنت جايد يشوف ايه الحاجات اللي مطلوبه في الديبلويمنت عشان ياخد البارامترز اللي مطلوبه في الديبلويمنت ديت، يبعت يجيبها للتيم بتاع الانستوليشن او بتاع البروفيجننج او بتاع الديبلويمنت علشان يقدروا ان هم يعملوا ديبلويمنت للدي ان اي سنتر. طبعا برضو الحاجات ديت بتختلف من شركه لشركه، يعني ممكن يكون في الشركه الديبلويمنت مسؤوليه تيم وبتاع الديزاين مش مهتم خالص بحته الديبلويمنت، وممكن يكون في شركات تانية ان الشخص اللي مسؤول عن الديزاين هو اللي لازم يجيب كل حاجة للديبلويمنت تيم عشان يقدروا يعملوا ديبلويمنت. كل حاجة هنا انا اقصد ان هو كل البارامترز وكل الاي دي هات، كل حاجة هم محتاجينها في الكونفيجريشن. الاوبشنال بالنسبة للديزاين من وجهة نظري ان هو يقرا الانستوليشن جايد ويقرا الابجريد جايد والاند يوزر جايد، لان عادة في الديزاين انت ما بتحتاجش تدخل في التفاصيل دي قوي. يعني الفيلد انجينير بقى الراجل اللي هينزل يركب الدي ان اي سنتر نفسه، هينزل يعمل له انستوليشن، ايه الحاجات الاساسيه ليه؟ طبعا الانستوليشن جايد والداتا شيت، يقرا الهاردوير سبيسيفيكيشن، يشوف ابعاد الدي ان اي سنتر محتاج كهرباء قد ايه، بيطلع حراره قد ايه، كل الكلام ده. الحاجات الاوبشنال انه يقرا الابجريد جايد والاند يوزر جايد. طيب الابجريد جايد طبعا ده انت عاده لما بتيجي تعمل يعني ابجريد للدي ان اي سنتر انت مش محتاج اصلا فيلد انجينير، فلو الفيلد انجينير لسبب ما محتاج يروح اون سايت فمحتاج يقرا الابجريد جايد. والاند يوزر جايد دوت لو يعني الفيلد انجينير هيحط لك كونفيجريشن مثلا على الدي ان اي سنتر ولا حاجه، بس دي عاده يعني ما بنحتاجهاش. الديبلويمنت بقى الراجل بتاع البروفيجننج المفروض يبقى عارف ايه؟ طبعا عندنا الابجريد جايد، انستوليشن جايد عشان يقدر ان هو يليد او يعمل مانجمنت او يجايد الفيلد انجينير، الديبلويمنت جايد طبعا، اند يوزر جايد لان ده اللي فيه كل الكونفيجريشن، الريليز نوتس بالذات البجز الاوبن بجز والريزولف بجز، وياخد اوفر فيو عن السي في دي والسكيورتي بيست براكتس جايد علشان يقدر ان هو يتكلم مع مثلا التيم بتاع السكيورتي عشان يفتح له الاكسس علشان يقدر ان هو يكونكت بالانترنت. اوبشنال ان هو يقرا الداتا شيت. الاوبريشن الناس التعبانه معانا ومبهدلينها طول عمرنا، ايه الحاجات الاساسيه للاوبريشن؟ الابجريد جايد لان غالبا هم اللي بيعملوا ابجريد من فيرجن لفيرجن برضو على حسب موديل يعني الشركه، اند يوزر جايد عشان الكونفيجريشن، ريليز نوتس علشان البجز، وياخد فكره كده عامه عن السي في دي والسكيورتي بيست براكتس في لو هيعمل ابديتس جديده او في مثلا ايه يعني ممكن يكون في ابديت جديد نزل محتاج يفتح يو ار ال جديد، فلازم هو عشان يقدر يعمل الابجريد دوت يقرا السكيورتي بيست براكتس عشان يطلب من تيم السكيورتي يفتحوا له الحاجه المطلوبه دي. والاوبشنال انه يقرا الانستوليشن جايد ويقرا الداتا شيت. الكاستمر بقى، الكاستمر هنا زي ما قلنا لو هو هيدفع بيد بروفيشنال سيرفيسز، يعني هو راجل قاعد برنس كده في نفسه وشاري كل حاجه، عاوز بس يتاكد ان الناس اللي جايه ديت مش هتعك الدنيا او الناس اللي جايه ديت ما بتضحكش عليه. فهو الاساسي ياخد فكره عن السي في دي، يقرا الداتا شيت، يشوف موضوع السكيلينج، موضوع الفيتشرز، موضوع اللايسنس، يقرا السكيورتي بيست براكتس، واوبشنال ان ممكن ياخد فكره عن الديبلويمنت جايد والريليز نوتس. بكده تبقى الحلقه بتاعت النهارده خلصت، اتمنى ان هي تكون عجبتكم وتكون جاوبت على اسئله كتير من اللي في دماغكم ووضحت لكم شويه الاتجاهات في الدي ان ايه رايحه فين وانت تقدر تمشي فيها ازاي. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو لو عجبك، واكتب لنا في الكومنتس تحت ايه الحاجات اللي عجبتك وايه الحاجات اللي ما عجبتكش عشان نقدر ان شاء الله نحسنها المره الجايه. كل لينكات الدوكيومنتس ديت هتلاقوها في الديسكربشن بتاع الفيديو. شكرا، اشوفكم ان شاء الله المره الجايه. سلام عليكم.